القصة مو قصة والحكاية مو حكاية، حكايتنا من الواقع أبدا مو رواية، نحنا عشناها بتفاصيلها المخبأة، أبو فاكر بيحكيها من البداية للنهاية. حكاية بلا أب وأم ولا حياة جديدة بدها تنولد، حكاية سورية الروح قبل الجسد. هلا مع حكواتي السورياني عها وراديو السورياني، خليكم معنا. من وقت ما بتقول الداي أو الدكتور إنه المولود بنت بتتغير الدنيا بعيونهم. ولي على قامتي بنت؟ ناس بتفرح لأنه البنت حنونة ياي بنوتة، وناس بتحزن لأنه البنت هم. أم البنت مسنودة بخيط وأم الولد مسنودة بحيط، لك ولي على حظي. ومع إنه هم الصبي أبداً ما نو أقل من هم البنت، يعني المسؤولية يلي بيحملها الأهل هي وحدة. بس سبحان الله في ناس بتعتبر إنه البنت هي هم معلق برقبتهم، ما بصدقوا إمتى يجوزوها مشان هم يصير برقبة جوزة. ما أحلى فرحتهم إن ماتوا بساعتهم. هلا يمكن في كتيرات من السورياليات حيتضايقنا من كلامي هذا، بس هذا الكلام حقيقي وموجود. خلينا نكون واضحين، أنا ما عم أقول إنه الكل هيك بفكر، بس جزء لا بأس فيه من مجتمعنا ومجتمعات تانية بتفكر هيك، وهذا التفكير هو اللي ربيت عليه صديقتنا هنا. من وهي صغيرة اتعلمت إنه لازم تكون ست بيت مشان جوزة يحبها وحماتها ترضى عليها. هي ما بصير تناقش أبوها أو أخوها مشان ما تتعود عن النقاش وتناقش جوزها بالمستقبل. هلأ هيك البنت المهذبة بتحكي؟ بكرة هيك بدك تحكي مع جوزك؟ هي ضيفة ببيت أهلها، قاعدة عندهم مؤقتا لبين ما يجي نصيبها وتروح عبيت جوزها يلي ما بصير تتركه لو شو ما صار. شو قلها البنت غير بيتها ومطبخها؟ إلا وصلت للمريخ آخر ثلاث طبيخ، شو بدها بالدراسة والتعليم وهالحكي الفاضي؟ خلاص هي أخدت التاسع بنتي ومشي الحال، حاجتك لهون، عدي بالبيت تعلمي خياطة مشان بكرة ما تهلكي لجوزك بيقول تشتري لي وجيب لي كل تيابك وتياب ولادك انت بتفصليهم عايدك. وصدر القرار النهائي اللي بلغتها يا أما بعد جلسة مطولة مع أبوها، وكل دموع اللي نزلت من عيونها ما أثرت شي، كانت حتموت من القهر والحزن. أسبوع مر عليها ما نشفت دمعتها من عخدها، ورغم كل البهادل اللي أكلتها من أمها مشان ما يشوفها أبوها وهي حزناني، بس ما قدرت توقف بكي إلا لما فتحت الباب ولقيت خالة إجا من السفر وعمل لهم مفاجأة، إجا يبارك لها بالنجاح والمجموع الكبير ويعطيها هديتها. قام تفاجأ بمنظرها الحزين وبالحكي اللي خبرته إياه، وكانت سهرة طويلة بين الخال والأب والأم، صوات تعلى وطوطة، نقاش يحتد ويهدى. خال هنا كان زلم قراية وبيعرف يحكي، وقله مكانة عند كل العيلة وبتسمع كلمته، ولأنه بسافر كتير وتدخله بالقصص قليل فبتنعمل له قيمة وقت بيحكي وبينسمع منه. وفعلا ما خلصت السهرة إلا وكان مأقنع أبوها لهنا إنه لازم تكمل دراستها وتفوت على الجامعة، والخال هو المتكفل بكل مصاريفها حتى تتخرج، وبعدها بيرجعوا بيتناقشوا إذا حتشتغل ولا تتجوز. والحلو بأبوها لهنا إنه رجال عند كلمته، يعني لما بيوعد ما بيخلف، وتنفذ الوعد وخلصت دراسة محاسبة. بعت لها خالة عقد عمل بالإمارات محل ما استقر آخر شي، وهي كانت كبيرة إنه يقبل أبوها. معقول تسافر وهي عزبة؟ إيه لا ما حذرتي. ما
ورجعت قعدت بالبيت ناطرة نصيبة يلي ما تأخر كتير. اتجوزت وسافرت هي وجوزها على الإمارات وصار عندهم ولد، وجوزها طلقها لأنه تعرف على بنت تانية أخدت له عقله. وبنفس الوقت كانت بديانة الثورة بسوريا والأمور عم تحتدم بالمنطقة اللي ساكنين فيها أهلها، واللي اضطروا أنهم يتركوها وينزحوا على غير مكان. فساعتها حكت مع أهلها أنه معقول أرجع على سوريا وهي بهذا الوضع؟ يعني هذا الشيء والله مستحيل. وهذا الشيء كان مستحيل بالنسبة لأهل هنا، لأنه هي هلأ وحدة مطلقة، يعني لازم ما تطلع من البيت ولا حدا يشوفها مشان ما يحكوا عليها العالم، لازم تعيش بس لتربي ابنها، وإذا إجاها نصيب تاني فما بصير تتردد، لأنه كتير منيح إذا في رجال قبل يتجوز وحدة مطلقة. بس بسبب الوضع اللي البلد عم تمر فيه حسبوها وفكروا فيها إنه يمكن إذا بقيت بعيد أحسن وأرياح وأأمن، فوافقوا على مضض. بقيت بالإمارات واشتغلت وعاشت مع ابنها هنيك، ومرت 3 سنين وهي على هالوضع هاد، شغل، اهتمام بابنها، وعلاقات اجتماعية بالحدود الدنيا. كان العالم الافتراضي هو بوابتها الأكبر للتواصل مع الناس، ولأنها بتحب القراءة كتير فكانت مشتركة بأكثر من منتدى وصفحة ومجموعة متخصصة بالكتب والقراءة ومحبي القراءة. مع الوقت خلق نوع من الصداقة بينها وبين عدد من الشباب والبنات يلي بهالمجموعات، وكانت ترتاح للحكي معهم وتبادل الأفكار، خاصة مع زيد. كان مبين من طريقة كتابته أنه رجال كبير وواعي، عايش تجارب كتير بهالحياة ومتعلم منها، حنون وبحب الأطفال. أرمل قلبه مكسور بعد وفاة زوجته وعايش لوحده بألمانيا بعد ما تجوز أولاده. صاروا يحكوا مع بعض بشكل شبه يومي، ومن تشات لسكايب صاروا يعرفوا بعض أكتر، وطلب منا الزواج. فرحت وترددت وتلبكت، ما عرفت شو الصح. تتجوز شخص ما بتعرفه غير عن طريق النت وكل واحد ساكن ببلد، بس يعني هو مبين عليه انه منيح ودائما بيسأل عن ابنه وبيهتم فيه، وهذا شيء كتير مهم بالنسبة له. قامت حسمت امره وخبرت اهله ورتبت موعد مشان يلتقوا كلياتهم ببيروت ليتعرفوا على بعض ويحكوا بكل التفاصيل وش لوش. اتقابلوا وحكوا واتفقوا، كل شيء تمام. الأهل وافقوا دون تأخير طبعاً، لأنه بالنسبة إلهم هاي فرصة إنه بنتهم المطلقة تتجوز. وبالنسبة لهنا كان زيد مو كتير مختلف عن الصورة اللي رسمتها ببالها. هلأ صحيح حست بشعور غريب جواتها، ما كتير كانت مطمنة، شعور مانو كتير مريح، بس قالت يعني بجوز هاد طبيعي، الجو كله مانو طبيعي، بقى وقفت على شعوري خلص يلا خليني كمل. وكتبوا كتابهم، بس مو كتاب رسمي، لا كتاب شيخ، لأنه زيد أقنعهم أنه إذا بدهم يكتبوا كتاب رسمي بالمحكمة فلازم يتصدق من السفارة السورية حتى تقبل فيه الحكومة الألمانية ويعمل له فيزا، بينما إذا كتبوا كتاب براني وهي طلعت لعنده بفيزا تانية هنيك بيتجوزوا بالبلدية وما بيحتاجوا لكل فوتة السفارة. وهذا ما حصل، كتبوا الكتاب ومضوا يومين عسل مع بعضهم، بعدين كل واحد رجع على البلد يلي فيها ليزبط أموره. أهلها رجعوا على سوريا بعد ما اطمنوا على بنتهم أنه صارت عزمة رجال وارتاحوا من همها. ونحن هلأ حنرتاح شوي ونرجع لكم لنكمل حكايتنا. ايه اخواتي، رجعت لكم مع حكاية هنا، الصبية اللي فاتت بمغامرة جديدة بالحياة وتجوزت ونطرت الفيزا من جوزها الجديد.
يلي كان عم يخبرها دائما قصص عن صعوبة الفيز وقديش هلأ الوضع صعب. خليكي عندك لبين ما نلاقي شي حل. بس هي ما عاد فيها تستنى أكتر لأنها قدمت استقالتها وخلصوا الشهور الثلاثة يلي لازم تشتغلون قبل ما تترك، وما عاد فيها تقولن ما بدي استقيل لأنه جابوا وحدة غيرها وبدون شغل معناتها إقامتها حتلتغى. إيه بسيطة، ارجعي على سوريا واستنيني هونيك. ألا مرة من المرات، لك شو ارجع؟ ما أنا من الأساس ما نزلت على سوريا لأنه خايفي على ابني. هلأ بدي انزل والوضع كل ماله عم يدهور أكتر؟ طيب شو الحل؟ نصحتها صديقة إلها أنه تجرب تحصل على فيزا لإيطاليا، بركي أسهل، ومن إيطاليا بتطلع على ألمانيا، ما في حدود بأوروبا. وفعلا جربت وقدمت على السفارة الإيطالية وأخدت فيزا، حجزت وسافرت بعد ما خبرت زيد بموعد وصولها مشان يحضر حاله ويستقبلها ليروحوا على بيتهم يلي حكى لها عنه. البيت يلي تفاجأت انه مشترك مع ابنه ومرته ومع 2 طلاب مأجرهم غرفة من الغرف. معلش حبيبتي بس هالفترة هلأ لبينا ما نركز امورنا، انت اجيتي فجأة، يعني ما في يقول للمستأجرين اطلعوا لبرا، هون ما بتزبط هالقصص. بس تخلص السنة الدراسية بيتركوا الغرفة. وابني لا تخافي هلأ عم يدور على بيت ورح يطلع بس يلاقي، لا تاكلي هم. مع انه الهم ركبها من ساسة لراسة، بس حاولت انه تكون عقلانية وتقبل هاي الاعذار مشان ما تخرب حياتها الجديدة يلي من الواضح انها حتنخرب، لانه بلش زيد يظهر بمظهر ما انا متعودة عليه. بلش يظهر عنفه تجاه ابنه، صار يبهدله بشكل دائم ويعيط عليه، بعدين صار يضربه. وما رضي انهم يروحوا على البلدية ليعنوا زواجهم، قال له خلينا على الكتاب البراني. طيب والإقامة، كيف بدي أحصل على إقامة إذا ما سجلنا زواجنا؟ بسيطة حبيبتي، هلأ عم يعطوا إقامات للسوريين هون إذا قدموا لجوء، بكرة مننزل سوا بتروحي بتقدمي لجوء. إيه بس ليش لحتى أقدم لجوء؟ يعني أنا ماني مضطرة. يلي عم يقدموا لجوء عم يكونوا مضطرين، جواز سفرهم خلاص ما عندهم طريقة للحصول على إقامة، وما فيهم يسافروا على بلد تانية، أو ما بيقدروا يصرفوا على حالهم فبحاجة لمساعدة. بس أنا ليش؟ انت جوزي وعندك اقامه وشغل وبيت وجواز سفري صالح لسه ل4 سنين كمان، يعني ما في داعي. بس ما استفادت شي من كل هالكلام، اجبر انه تنزل وتقدم لجوء وخلاها تروح تسكن بالكامب لانه هو مسافر شهرين زمان وما بصير تبقى بالبيت بغيابه، وحيأجر غرفتهم خلال هالفتره احسن ما تبقى فاضيه. قعدت بالكامب مصدومة من سلسلة الأحداث يلي صارت معه. إنه شو هاد؟ شو يلي عم يصير معه؟ هي هلأ بطريق ما فيها ترجع منه، لأنه ما بتقدر تخبر أهلها يلي مستحيل يقبلوا فكرة إنها تتطلق مرة تانية. لو شو ما صار بدها تتحمل وتبقى عايشة معه، لأنه تحمد ربها إنه رضي يتجوزها وهي مطلقة. وهذا الوضع اللي هلأ هي عايشة فيه ما أنه معقول. يعني زيد مو هو الرجال يلي ممكن تكمل حياتها معه، لأنه واضح أنه كذاب وندل. هي فاتت بكل هالتجربة لأنها حست بحاجتها لوجود شريك معها يساعدها بالحياة وبترباية ابنها، بس مو ممكن أبدا تقبل المعاملة يلي عم يعاملها لابنها، مستحيل. وبلحظة صحيت لحالها وانتبهت أنه صار وقت تتصرف. شافت خبيرة اجتماعية موجودة بالكامب، حكت لها القصة كلها، والخبيرة بدورها عملت لها موعد مع جمعية متخصصة بقضايا النساء الأجانب والعنف أو الاستغلال اللي ممكن يتعرضوا له. ولما حكت لهم القصة كلها عملوا لها موعد عند محامية مشان تتابع الموضوع قانونيا وتضغط على زيد أنه يطلق، بس لازم بالأول يثبتوا الزواج ويسجلوا، بعدين بترفع دعوة طلاق. أخذوا لها غرفة بسكن خاص وطلبوا منها أنه ما تعطي عنوانها لحدا وما تتواصل مع زيد لبينما يمشوا بالأمور القانونية. وهي هلأ قاعدة ناطرة موعد جلسة المحكمة. الغربة صعبة، بس الأصعب هو غربة الإنسان عن أهله وهو معهم. ما بعرف إذا الغلط هو غلط هنا ولا غلط أهلها يلي أجبروها على طريقة تفكير فيها دوما تقليل من قيمتها ومن قدرتها على الفعل. ما بعرف هي اللي تسرعت بقرارها
ولا الضغط يلي عليها من أهلها والمجتمع ورفض فكرة إنه بنت مطلقة بصير تكون مستقلة بحياتها هو يلي خلاها تتسرع وتفكر تتجوز بدون ما تفكر مطولا بالخطوة. ما بعرف، فكروا فيها أنتوا أخواتي. استودعناكم. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2015. عم تسمعوا راديو سوريالي.